مساء الخير لحضراتكم، اهلا بيكم معنا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2024. امبارح اتكلمنا عن الدوره الجديده للانعقاد الخاصه بمجلس النواب، والنهارده نتكلم عن مجلس الشيوخ وايه اللي ممكن يقدمه في هذه الايام المهمه واللحظات الملتهبه في المنطقه بكاملها. وهيكون معانا معالي النائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. ده بالنسبه لفقره الحوار. تعالوا ندخل في الاخبار باستقبال السيد رئيس فتح السيسي النهارده للفريق اول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبيه بجمهوريه اوغندا. والمتحدث باسم الرئاسه قال ان الفريق موسيفيني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني، وهو ما ثمنه السيد الرئيس وأعرب عن تقديري لأخيه الرئيس موسيفيني وأشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا. وفي هذا الإطار تم التأكيد على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا المجال العسكري، وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع الإقليمية والقارية بالطبع المقصود الإفريقي. ايضا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج لاطلاع سياده الرئيس على اهم نتائج المشاركه المصريه في اعمال الشق رفيع المستوى للدوره 79 للجمعيه العامه للامم المتحده، واللي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنيه بالقضايا الاقليميه والدوليه، وعلى رأس هذه اللقاءات كانت قمة المستقبل. نشوف تقرير رئاسة الجمهورية عن نشاط السيد الرئيس النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الفريق أول موهوزي موسيفيني نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو ما ثمنه السيد الرئيس معربا عن تقديري لأخيه الرئيس موسيفيني ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال العسكري. كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الإفريقية الشقيقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قمة المستقبل التي تبنت ميثاقا دوليا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لا سيما في مواجهة التحديات الراهنة على أصعدة السلم والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا. كما عرض السيد وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجرها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. كمل مع حضراتكم أخبارنا باللقاء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بعدد من القامات الفكرية لاستعراض بعض القضايا المصارعة على الساحة بحضور دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. رحب دكتور مصطفى في بداية اللقاء بالقامات الثقافية والفكرية التي التقاها اليوم، وأشار لحرصه منذ تشكيل الحكومة الجديدة قبل 3 أشهر على عقد لقاء للتحاور حول الأمور التي تخص الشأن العام عقب اجتماع مجلس الوزراء.
ولفت لأهمية عقد لقاء يضم عدد من القامات الفكرية الكبيرة التي تمثل مختلف الأطياف والتخصصات للتشاور والتحاور حول عدد من القضايا، وأكد وجود توجيه من فخامة الرئيس لأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح مختلف التحديات والاستماع لمختلف الرؤى، وشدد على أهمية الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة المصرية. دكتور محمد الأجرود المفكر السياسي، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني أهم القضايا اللي تم طرحها في لقاء رئيس الوزراء مع المثقفين والمفكرين النهاردة إيه؟ أستاذ إيهاب، اسمح لي أولا أن أؤكد أن صاحب الفكرة الأولى في مسألة الحوار هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين أطلق في رمضان قبل الماضي موضوع الحوار الوطني. موضوع الحوار الوطني الذي تناول كافة القضايا، بل وإن شئت تقول كافة القوانين التي تطرح على غرفتي التشريع الشيوخ والنواب. فكرة الحوار الوطني كانت فكرة بناءة، بالإضافة إلى أننا لا نستطيع أن ننسى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من اهتم ببناء البشر والحجر. ومن ثم كانت تلك الإطلالة الرائعة لرئيس وزراء مصر في الوزارة الثالثة فترة ولاية السيد الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بالحوار الذي تم اليوم مع مفكري أرض الكنان. لم يتوقف الحوار عند فكرة محددة أو أفكار محددة سلفا، إنما تناول كافة ما يطرح على الساحة المحلية والإقليمية بل والعالمية من مفكري وقادة الرأي والفكر في مصر. هذه إطلالة رائعة لاستطلاع واستشراق آفاق المستقبل في ظل ما يتم من بنية عملاقة ومشروعات عملاقة غيرت وجه مصر، بالإضافة إلى أننا في سبيل تدشين الجمهورية الجديدة التي يبنيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه واحدة. الثانية، اسمح لي يا أستاذ إيهاب وليسمح لي السادة المشاهدون أن أؤكد أن هذه الإطلالة ينبغي أن تتوسع لتتناول كافة أطياف اللون السياسي، ويمتد ذلك إلى الأحزاب، سيما الأحزاب التي تعد سندا قويا للحكومة وللدولة في مسعاها بما فيها حزب حماة الوطن وحزب مستقبل الوطن والشعب الجمهوري والوفد وغيره. كل هذه أحزاب تبني لصالح الوطن وصالح المواطن. استطلاع الرؤى وتنوعها على اختلافها في خلال هذه الفترة الزمنية الحرجة التي تمر بها مصر تعد من ناحية ثالثة إشراكا لقادة الفكر في الرأي وفيما يطرح على أرض الكنانة من تداعيات وأحداث. ذلك أن أرض الكنانة لم تكن معرضة للمؤامرات طوال تاريخها كما يحدث في هذه الفترة خارجيا وداخليا. تلك الفترة التي نرى فيها الغضرفة والتي نرى فيها من يقومون بمحاولة قتل الشيوخ والأطفال والنساء ويتوهمون أن هذا نصر، إنما النصر الحقيقي كان بمناسبة هذه الأيام المباركة لحرب 6 أكتوبر، تلك الحرب التي اختلطت فيها الدماء. أنا عايز أستأذن حضرتك بس يا فندم، معلش بعتذر. في طرح كده قدمه رئيس مجلس الوزراء النهاردة، أحب أعرف دلالته من حضرتك ومعناه. قال إنه خلال اللقاء قال أنه تخطى مؤشر مديري المشتريات 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات. يعني توقفنا أمام هذه الجملة، ما فهمناش إيه قصد رئيس مجلس الوزراء، وهل هذا مؤشر طيب ولا إيه بالظبط؟ هو يعني مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي منذ سنوات 4 خلت يلقي بظلال كئيبة وكثيفة على المستوى العالمي. هذا الأمر كان بسبب، قلناه في قناتكم المحترمة الجادة، بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي عطلت المال والأعمال طوال 3 سنوات امتدت إلى 4 وفي إطار 5. في ظل هذا
ظلت مصر مرفوعة الهامة والقامة تبني بنيتها التحتية والقوية في ظل تعطل الأعمال، مما لفت نظر المنطقة العربية وأحسسنا أن الغبطة التي كنا نحس بها من بعض الأصدقاء تحولت إلى حسد. تبرهن ذلك في تضييقات كثيرة مرت بها أرض الكنانة، إلا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومتين اللتين اتبع بعضهما بعضا، بداية من حكومة المهندس شريف إسماعيل الله يرحمه، وانتهاء حاليا بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اللتين واصلت الليل بالنهار في سبيل أن تصل مصر إلى مبتغاه، ألا وهو تحقيق الأمن الداخلي والاكتفاء الذاتي ورفاهية هذا الوطن وتأمين احتياجات المواطنين. بشكرك جدا دكتور محمد الأجرود المفكر السياسي. كان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن النهاردة أنه الاستقرار الداخلي وتأمين احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف هي أولى أولويات القيادة السياسية والحكومة في هذه المرحلة. أيضا يعني ما يفوتنيش أقول لحضراتكم أنه في مثلا أستاذ العلوم السياسية دكتورة نيفين مسعد، دكتور محمد كمال برضو من جامعة القاهرة، المفكر والسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب. يعني كان في قامات عدة في هذا اللقاء. مجلس الوزراء في جلسته النهاردة ناقش التطورات الحاصلة حوالينا وخصوصا لبنان، وأعلن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان وتضامن الشعب المصري الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المسائل للحفاظ على استقرار لبنان وحدته وسيادته، وشدد أيضا على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير في جنوب لبنان. ووجه دكتور مصطفى مدبولي التهنئة للسيد الرئيس ورجال القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني أهم ما تم تناوله النهاردة في الاجتماع في نقاط سريعة بعد إذن حضرتك. الحقيقة طبعا اجتماع الأسبوع المجلس الوزراء دائما بيكون أمامه الكثير من الملفات. طبعا يعني بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة لسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد. ورئيس الوزراء استعرض طبعا تطورات الانتصارات المسارعة اللي تشهدها المنطقة خلال الأونة الأخيرة، والتفر الظرف الاستثنائي يلقي بظروف وتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية طبعا في مختلف الدول ومنها مصر، سواء على ارتفاع أسعار البترول أو التأثر الشديد لعائدات قناة السويس. وأيضا أشار إلى أن الحكومة بتعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل طبعا حالة عدم اليقين اللي بتشهدها المنطقة، ولا أحد يدري إلى أين تتطور الأحداث. أيضا يعني رئيس الوزراء أشار للاحتفال بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، وأكد أن هذه العناصر الشابة هتدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة اللي بيتمتع بكفاءة كبيرة ويقظة عالية، يقوم بدور وطني بلغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الأمن. رئيس الوزراء أشار للرسائل المهمة اللي قد ضمنها من خلال السيد الرئيس خارج هذه الدفعة. أيضا أشار إلى التحديات، الموقف الدولة من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وشدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، وكما أكد السيد الرئيس في مداخلاته. وكان فيه عرض من وزارة التخطيط لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2023-2024، وكمان يعني مجلس وزراء كان موافق على تحديد سعر أرداف القمح، وطبعا يعني حدد يعني بقى 2200 جنيه مش كده؟ نعم سعر استرشادي كده مبدئي. طب من فضلك أستاذ كمال، هل حضرتك يعني عندك معلومات عن الاجتماع مع المفكرين أيضا؟ يعني لو تقدر تقول لنا أهم الوجوه الفكرية اللي التقت دكتور مصطفى النهاردة وأدلت بدلوها في الأفكار اللي ممكن تقود الوطن للأمام مين؟ الحقيقة كان في عدد وجوه، عدد كبير من الوجوه اللي شاركت في هذا الاجتماع المهم.
يعني نذكر منهم طبعا الدكتور أسامة السعيد، الدكتور أحمد درويش، الدكتور نفين مسعد، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور أسامة الغزالة حرب، الأستاذ محمد سلماوي، الدكتور محمد كمال، الدكتور حسام بدراوي، الدكتور أحمد زايد طبعا معلم الاجتماع الشهير، من الرياضة طبعا كان فيه أستاذ حسن الشتكاوي، كان فيه الدكتور عبد الفتاح الجبالي من الخبراء الاقتصاد، الدكتور هشام ابراهيم، الدكتور علي المهدي. الحقيقه يعني كوكبه كبيره جدا يعني، وفي اطياف كتير متخصصه في السياسه وفي العلم وفي الثقافه وفي الرياضه. في الثقافه وفي الرياضه بقى يعني بالفعل يعني الحقيقه كان حوار متنوع ومثمر جدا، وكان فيه طرح كثير من الافكار اللي رئيس الوزراء اشار الى ان هو دونها، وان هذه الافكار اللي طرحت كلها هتكون محل بحث في اجتماعات مجلس الوزراء. ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم جدا، استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص شؤون مجلس الوزراء. الحقيقه لا يوجد قياده بدون الاسترشاد بالفكر المستنير. يعني النهارده لو تشوفوا حضراتكم الطرح اللي كان بيتقدم كان طرح في منتهى الجرأه، في منتهى القوه، لما مثلا اسامه الغزالي، الدكتور اسامه الغزالي حرب، يطرح فكره انه المونوريل ده مكلف جدا، بدلا منه يجب كان بناء مدارس للاطفال. دي اطروحات قويه جدا بتخلي في جدل فكري، والاوطان ما بتتقدمش الا بهذا الجدل الفكري. لما كان طه حسين، ثروت اباظه، نجيب محفوظ، كل القامات، مصطفى امين، علي امين، القامات الصحفيه والفكريه والمؤلفين والروائيين والمثقفين كان بيبقى لهم دور وكان بيبقى لهم راي. كان ده بيبقى اولا بتسمع راي الناس، ثانيا بتاخد افكار ممكن تكون ما جاتش على بال المستشارين والدايره اللي بتحيط صناعه القرار، ثالثا الناس دي بتحس انه افكارها بتدرس وممكن جدا الجيد منها يؤخذ بيه. كل دي عناصر بتساعد في تقدم الوطن. زي ما قلنا في الخبر اللي فات انه القيادات الدولة بترسل تهاني للسيد الرئيس وللشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر 51. الفريق اول عبد المجيد صقر قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أكد خلالها أن نصر أكتوبر جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة، وأيضا عظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات، وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتدي ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة. وأكد أيضا أن رجال القوات المسلحة يقفون خلف قيادة الرئيس السيسي حراسا أمناء على الوطن ومقدساته وسلامة أراضيه، محافظين على إنجازات جيل أكتوبر. مقال جديد لنيافة أنباء أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي أرثوذكسي بجريدة المصري اليوم بعنوان العقل المصري، من سلسلة مقالات مصر الحلوة. يعني بدأ نيافة أنباء أرمية بقوله أيام قليلة تقريبا تقربنا عفوا من ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أظهرت أمام العالم أبطال الجيش المصري الذين لا يهابون موتا، وخلدت أنشودة الحب الذي طالما ملأ قلب كل مصري تجاه بلده مصر. لقد أظهرت تلك الحرب عبقرية تخطت فكر العالم وتوقعاته، تمكن الجيش المصري من تحقيق واحدة من أصعب المعادلات في تاريخ الحروب. وقد أعلنت إسرائيل مرارا وتكرارا أنه يستحيل عبور خط بارليف الذي تعده أقوى من خط ماجينو. لين ماجينو ده الخط اللي بناه الفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى حتى لا يقترب أحد من فرنسا مرة أخرى، وأنه لا سبيل إلا موت كل من يحاول عبور خط بارليف. وذكر أيضا خبراء عسكريون غربيون أنه خط لا يدمر إلا بقنبلة ذرية. لم يقدم حلا لتلك المعادلة في العالم بأسره إلا العقل المصري بعبقريته وعزيمته وجرأته. ها هو اللواء باقي زكي يوسف رحمه الله يقدم فكرة
تحطيم الساتر الترابي بخراطيم المياه. وقالت وكالة يونايتد بريس أن تخلي إسرائيل عن خط بارليف الحصين على الضفة الشرقية لقناة السويس يعتبر أسوأ نكسة عسكرية أصيبت بها إسرائيل في تاريخها. وأيضا مجلة دير شبيجل الألمانية قالت أن اجتياح المصريين لخط بارليف جعل الأمة العربية بكاملها تنفض عن نفسها أثار المهانة التي تحملت ألامها منذ سنة 1967. ولم يتوقف العطاء المصري عند التفكير بل تخطى لبذل النفس. ففي كتاب التقصير اللي ألفه 7 من كبار الصحفيين الإسرائيليين قالوا لقد قاتل المصريون بمشاهد انتحارية نحونا وخرجوا من مسافات على أمطار قليلة وسددوا مدافعهم للدبابات ومدافعهم الخفيفة المضادة للدبابات سددوها على دباباتنا ولم يخشوا شيئا وكانوا يتدحرجون بعد كل قذيفة بين العجلات فعلا ويستترون تحت شجيرات. الحقيقة بسالة المواطن المصري اللي تجلت أيضا في حرب 73 كانت رائعة. وأخيرا بيختم نيافت أنبأرمية المقال بتهنئة لكل الشعب المصري العظيم والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد. تعالوا نشوف فيديو للقوات المسلحة عن ذكرى انتصار أكتوبر المجيد بعنوان أكتوبر انتصار شعب، فيديو على صفحة المتحدث العسكري. عام 67 لما تعرضنا للنكسة الشعب خرج شايل العلم وقرر عدم استسلام، وعلى الرغم من ان التحديات كانت كبيرة انتصارنا كان اعظم. واللي يشوفنا واحنا احرار واقوياء يعرف ان ده ما حصلش بطريقه سهله، لا ده دم كتير سال عشان الرمز ده يفضل مرفوع. ولنا في نصر اكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ، ان من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك امنا. نصر اكتوبر 73 حكايه شعب. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية. نكمل أخبارنا بقرار وزارة الداخلية بزيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم النفسي من خلال إتاحة فرص لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات. والزيارة الاستثنائية دي هتكون في الفترة من يوم الاثنين 7 أكتوبر حتى الخميس 31 أكتوبر في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق سياسة عقابية بمنهج حديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. يعني أي حد هياخد معاد لزيارة في الفترة من 7 ل 31 أكتوبر، طبعا عشان العدد بيبقى كبير بتتقسم الزيارات وبيتم الإبلاغ بالتاريخ. دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية يلتقي أعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين وجمعية محبي الفنون الجميلة ونخبة من الفنانين التشكيليين في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع مختلف أطياف العمل الثقافي في مصر. وخلال اللقاء استعرض دكتور أحمد فؤاد عدد من الآراء والمقترحات والمشروعات المتعلقة بالفن التشكيلي وسبل تطوير العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بعدد من المتاحف الفنية التابعة للوزارة
وخطة إعادة افتتاح المتاحف المغلقة للتطوير والترميم، وإعادة بعض فعاليات الفنية المهمة مثل بنالي القاهرة والإسكندرية والخزف. وتطرق النقاش لاستعراض سبل الاستفادة من نتاج أعمال ملتقى الأقصر للتصوير وأعمال سمبوزيوم أسوان للنحت وإعادة المعارض الخارجية، وتفعيل ذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي. حقيقة دكتور أحمد، التقى مجموعات من المسرح ومن الـ هيئات الكتاب ومختلف يعني الفعاليات الخاصة به والمهرجانات، والنهاردة بيلتقي قيادات الفنون التشكيلية أو مبدعي الفنون التشكيلية اللي هو أصلا من هذا القطاع. و بنتمنى كمان يكون في لقاءات مع السينمائيين برضو للوقوف على الحلول اللي ممكن الدولة تقدمها لإنقاذ السينما المصرية اللي كانت بتجيب أعلى يعني ربح لمصر في الدخل القومي بعد القطن والقمح. فيعني دلوقتي طبعا تراجعت إيرادات السينما المصرية لأسباب كثيرة بنقولها في وقتها. يعني تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال. والتحالفات دي مش بتقتصر على تبادل أكاديمي بس، لكن تمتد لتشمل الثقافة والفنون. وطبعا احنا في مرحلة بتتطلب يعني ترابط ما بين كل المؤسسات كل في تخصصه. تعالوا نشوف تقرير أنطون إيميل ونرجع مع حضراتكم. تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرؤية جديدة لجامعة عين شمس، نظم قطاع التعليم والطلاب الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال. عندنا استراتيجية كبيرة موجودة في وزارة التعليم العالي بتتكلم على التحالفات، وبتتكلم كمان ان ما بين هذا التعاون. فلما نلاقي الفكرة تأتي من أهلها بالطريقة دي فكل التحية والتقدير. أستاذ الدكتور محمد ضياء، ملتقى ده تماشيان مع سياسة الوزارة وأخبارك في أن هو يعني عمل تحالفات إقليم القاهرة الكبرى في جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها. فلقينا فرصة وأخبارك بداية عمل دراسي وأخبارك أن هو يعني نجيب الطلبة يعبر عن نفسهم، يبقى فيه مهرجان فني تماشيان مع مهرجان الاستقبال اللي احنا عملناه للطلبة. ودي بتبقى فرصة كويسة ان كل جامعة اخبارك بتبرز ما عندها فرصة كويسة للطلبة ان هم يتعرفوا على بعض. جامعة بنها عندها كرار قطرات الندى، يجمع بين طلبة وطلبات متميزين جدا في الغناء. هذه الأنشطة بترجع الذوق العام وزمن الطرب الأصيل والنغم الأصيل، وبنتمنى ان احنا نشرك فيها اكبر كم من الطلبة ان هم يستوعب موهبتهم في الموسيقى والغناء. تأتي أهمية الملتقى لأنه يعكس قيمة الفن في بناء جيل واعي قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح مبدعة وخلاقة. اكتشاف المواهب أمر مهم جدا بالنسبة للجامعات المصرية، لأنه طالما أن في مواهب بقدرات خاصة وإبداعات متميزة، المجتمع بينهض للأمام وبتظهر يعني التنمية بأشكالها المختلفة. الملتقيات دي هي اللي بتلقي الضوء على المواهب في كل المجالات، وبالتالي بتتيح الفرصة للي متخصص إنه هو يساعد هذه المواهب. يعني أنا واحد من الناس لجنة التحكيم ساعدتني وقتها الأستاذ أحمد صدقي والأستاذ عبد المنعم الحريري ودوني فرصة، وبالتالي يعني أنا شايف حالة إيجابية وأتمنى أنها إن شاء الله تكون ناجحة. إن التحالفات بين الجامعات تلعب دوراً محورياً في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث إنها تسهم في توحيد الجهود والموارد لتعزيز الابتكار وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الأكاديمية. أنطون إيميل، ميسات. We'll be right back.
إسرائيل تعلن أنطونيو جواتريش الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه وتمنعه من دخول أراضيه. أعلنت إسرائيل أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جواتريش شخص غير مرغوب فيه ومنعته من دخول أراضيها ردا على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني عليه. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان أن أي شخص لا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل لا يستحق أن يسمح بأن تطأ قدماه إسرائيل. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة. وطبعا دي كلمات الوزير الإسرائيلي. طبعا ده تطور يعني لمواقف سابقة لما مسؤول إسرائيل في الأمم المتحدة قال لجواتريش رسميا أنك يستحسن أنك تسيب منصبك وتروح تقعد في البيت. وتطولات أخرى كثيرة الحقيقة على الرجل الذي يحاول لمجرد أنه يحاول أن يحق الحق. رئيس الأركان الإيراني بيقول استهدفنا 3 قواعد جوية إسرائيلية. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بيقول أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل استهدف 3 قواعد جوية إسرائيلية عسكرية طبعا بما في ذلك مقر الموساد وقاعدة نفاتيم الجوية والموقع الرئيسي لمقاتلات الـ F-35 وقاعدة حتسريم الجوية وقاعدة عملية اغتيال حسن نصر الله والرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بغزة. وأوضح اللواء باقري أن بلاده مرت بفترة صعبة من ضبط النفس منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية في طهران والطلب المتكرر من أمريكا والدول الأوروبية وغيرها بضبط النفس. وأشار إلى أن الاحتلال زاد من جرائمه وقام مجزرة بحق شعب لبنان. سيادة اللواء شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ إيهاب اهلا وسهلا. يعني اين الحقيقه من ما قاله محمد باقري عن ان هم استهدفوا 3 قواعد جويه ومقر مقاتلات F-35 ومقر الموساد ومقر للرادارات؟ هل فعلا ضربت هذه الاماكن؟ الحقيقه احنا يعني اما بيجي نشوف الموقف اللي بيقول عليه السيد رئيس الأركان اللي هو محمد باقري ان هو إيران استهدفت الكلام اللي حضرتك قلت عليه 3 قواعد عسكرية ومقاتلات، ما شفناش حاجة على الأرض. احنا ما شفناش حاجة على الأرض، مجرد صواريخ أطلقت ولم تسبب أي خسائر، ما شفناش حاجة. هذه أقرب إلى ضربة سياسية، يعني ضربة سياسية أقرب منها أنها بتكون عسكرية. دي مش ضربة عسكرية، دي ضربة سياسية كده. يعني احنا ردينا، ولكن هذا ليس رد، هذا كلام هراء بيردده رئيس الأركان محمد باقري. احنا ما شفناش حاجة، ما شفناش أي حاجة على الأرض. طب إذا ما أهمية هذا الاعتداء أو الرد إذا كان، وحتى إسرائيل يعني منعت جواتريش النهاردة أن يدخل أراضيها لأنه ما دانش هذا الاعتداء، ودول كتير يعني تطوعت وقالت يعني انها بتدين اعتداء ايران، مفيش اي حاجه حصلت. طب ايه ده؟ مش فاهم يعني. ايران اسرائيل دائما دائما اي موقف بتاخد منه تأييد دولي. هذه هي صفه هذا الكيان، كل موقف لازم يستفيد منه. النهارده هو بيعمل ضغط دولي على ايران عشان يستفيد من الخطوات القادمه اللي بيعملها، لانه مش هيبطل دلوقتي. يعني هو في الخطوات القادمه اعتقد انه هيتجه للحوثيين، واعتقد هيتحرك في الداخل اللبناني كمان بري. فهو بيستفيد من هذا الكلام اللي بيردده دوليا عشان ياخد تأييد، عشان عنده مبرر، مع انه هو مش مستني. يعني الموضوع يا دكتور يحسسك كده انه ايه سياده اللواء عفوا انه يعني الاسرائيليين ماتوا مثلا لما المانيا تستدعي السفير الايراني في برلين، يعني على ان دي كارثه ما حصلتش. طب خلينا نتكلم عن الرد الاسرائيلي اللي بتتوعد بيه اسرائيل ايران، توقعات سيادتك ايه؟ الحقيقه هي اسرائيل هترد. يعني هي في الفترات السابقه
إيران ما ردتش من أيام اغتيال الرئيس الإيراني وقاسم سليماني وإسماعيل هنية وحسن نصر الله وفؤاد شكر، ما شفناش أي رد إيران، ما شفناش حركة على الأرض. ولكن إسرائيل في الفترات القادمة وهتتجه أكتر إلى الداخل اللبناني، لأن هي يهمها الضفة الغربية أكتر من حتة تانية، يعني أكتر من غزة كمان، خدت بال حضرتك؟ وبالتالي هترد، بس هترد في الوقت اللي هي شايفاه، لكن هي لازم هترد. طيب يا فندم أخيرا خليني أسأل حياتك عن انفجارين وقعوا قرب سفارة إسرائيل في الدنمارك، هل بترى سعادتك ان في صله بينهم وبين الاحداث المشتعله في المنطقه، اطلاق النار اللي حصل في تل ابيب امبارح، يعني هل دي في عمليات فرديه مصاحبه لما هو معلن من ضربات؟ طبعا دي يعني ضربات فرديه مصاحبه لما هو معلن، وان كانت برضو اسرائيل ما زالت لا تسمع لاحد ولا ما تاخدش بكلام حد خالص، واعتقد حضرتك شايف معايا هذا الكلام، ان اسرائيل بتعمل اللي هي عاوزاه في الوقت اللي هي عاوزاه. صحيح، عشان تحقق هدف هي عايزاه برضو بصرف النظر عن العالم كله شايف ايه. طب رأي سعادتك في اعتبار جواتر الشخص غير مرغوب فيه ومنعه من دخول اسرائيل ايه؟ يعني هم كانوا يطمحوا في ان هو يدين هذا الاعتداء لتحقيق مكاسب دولية، صفته طبعا يعني رئيس وزراء العالم، فما يطلع يقول هذا الكلام حتى بال حضرتك، فده مكسب وتأييد دولي لهذا الكيان. طيب يا فندم انا بشكر سعادتك جدا، ست اللواء شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية. تبقى لنا لقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بالفريق أول، هوزي موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق لسيادته في زيارته لمصر حاليا. اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، انعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية، ومناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأوغندية. هنشوف تقرير لوزارة الدفاع بعدي فاصل قصير، وبعدها نبتدي حوارنا مع معالي النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، واللي هيدور حول ماذا يمكن أن يقدم مجلس الشيوخ في الدورة القادمة للوطن وتجاه الأحداث اللي حصلت. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والأوغندية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع شعبي مصر وأوغندا، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الأوغندي بالقاهرة. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا لفقره الحوار لهذا اليوم، شرفني يكون ضيفي فيها معالي النائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. معالي النائب، طبعا احنا يعني سعداء ببدايه الدور الخامس للانعقاد لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. امبارح كان معانا معالي النائب مهندس ايهاب منصور
حياتك منورنا النهارده. بس طبعا في الاول لابد ان احنا نسال سؤال الناس كلها في العالم بتتحدث عن ما يحدث في منطقتنا، فما ينفعش يكون الناس كلها بتتكلم على ده واحنا بنتكلم في حاجات تانية الا من خلال ما يخدم مصالحنا طبعا فيما يحدث. فعايز اعرف الاول يعني طبعا الكلمه المهمه اللي قالها رئيس مجلس الشيوخ النهارده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واللي كان فيها دعم من المجلس للقياده السياسيه والسيد الرئيس، والثقه كامله بانه ان شاء الله يستطيع ان يعني يتجاوز بمصر هذه المرحله الدقيقه. يعني راي حضرتك في اللي بيحصل حوالينا واللي بيسبب دقه بقى هذه المرحله لمصر ايه؟ يعني الحقيقه احنا بنعيش في اجواء متوتره جدا بقالها فتره طويله، يعني خلاص دخلت على السنه اهوت. الحقيقه يعني الجبهه الشرقيه عندنا ساخنه للغايه، بدا يعني الصراع بدا من يتاجج من بعد العمليه بتاعت 7 اكتوبر والرد الاسرائيلي الحقيقه اللي تجاوز كل يعني الحدود والاعراف الدوليه، جرائم حرب يوميه بترتكب. واضح ان الحكومه الاسرائيليه مصره على التصعيد انقاذا لشخص رئيس الوزراء وانقاذا لموقفه السياسي المتأزم في الداخل، على حساب يعني كل شعوب المنطقه تقريبا وعلى حساب شعبه هو كمان. كل دول العالم حاولت تعمل هدنه، حاولت تعمل تهدئه. طبعا الدور المصري بارز للغايه، بيعاونوا الدور القطري الدور الامريكي، انما من الواضح انا بحس ان مفيش غير الدور المصري، لان قطر هي حماس وامريكا هي اسرائيل، فبحس ان الوسيط الوحيد الوسيط الحقيقي هو مصر الحقيقه. واللي العالم كله بيعول عليه زي ما سعادتك تفضلت. الحقيقه كانت جهود مضنيه على مدار سنه كامله، والنتيجه في الاخر انه الحكومه الاسرائيليه مصره على التصعيد حتى على حساب حياه الـ 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 الاسرى او الرهائن المحتجزين من عندها. ايوه صحيح. فيعني حتى كان قريب بيقولوا لا ده هم 20 بس اللي فاضلين، وكان ده رقم قليل. اللي هو مش مشكله يعني. طبعا بعد كده اعلنوا ان هم 50 لسه على قيد الحياه، بس يعني في الاخر هو ده المنهج اللي هم شغالين في الوقت اللي كانت اسرائيل طول عمرها لما بيتجرح لها جندي واحد، يعني شوف جلعاد شليط لما يبدلوه ب1000 اسير. ده حقيقي. ده كان ساعتها واخداهم الجلاله. ده ساعات كانوا بيبدلوا أسرة بجثث جنود عندهم. فالنهارده موقف مختلف يعني طبعاً. حتى جثه الجندي الاسرائيلي. كمان هم لما بدا يعني حماس بدات يعني تنهار بشكل كبير وقواها قلت على الارض بشكل كبير، ففتح جبهه صراع تانية في جنوب لبنان. والحقيقه انه يعني لا المقاومه في لبنان ولا ايران كانوا راغبين في التصعيد. وحتى الردود اللي حصلت امبارح وإن كانت مفزعة جدا على الجانب المدني الإسرائيلي، لكنها في الآخر كان مقصود أنها تكون محدودة التفجيرات ومحدودة التأثير. عشان ما يعني الصراع ما يتفاقمش وتبدأ رد ورد متبادل ورد متبادل وهكذا. فالحقيقة يعني الكرة للأسف في ملعب الحكومة الإسرائيلية. سيادة اللي هو محمد رشاد كان معايا امبارح على التليفون بيعلق وقال إن طبعا سيادة اللواء محمد رشاد كان مسؤول الملف الاسرائيلي وكان وكيل المخابرات العامه في الفتره اللي اعقاب ال 73، كانت فتره خطيره جدا. فكان بيقول انه هذا التلويح بالردع يمثل فزع اكبر من الردع ذاته. عارف حياتك بيدرسه في العمليات النفسيه لما تقول للطفل مثلا بكره هوري لك، يقول لك لا لو عايز تعاقبه عاقبه دلوقتي، انت هتقعد تفزعه يتصور أسوأ الأشياء. إسرائيل كلها كانت في الملاجئ امبارح. التهديد باستخدام القوة هو في الآخر استخدام للقوة. بالظبط. والحقيقة هو كان موقف منضبط جدا، يعني كان الناس متوقعة إنه يبقى يعني في تصعيد انتقامي، لأنه طبعا الخسائر فادحة في الجنوب اللبناني. إنما في الآخر برضو كورة في ملعب الحكومة الإسرائيلية التي ليس لها رادع في العالم كله. نتمنى إنه يعني الأمور تتجه للأحسن، لأنه الحقيقة التصعيد ده مش في صالح أي دولة من دول المنطقة. ومصر للأسف بتدفع ثمن مضاعف، والنهاردة رئيس الوزراء
أعلن على أن 6 مليار دولار خسائر قناة السويس لوحدها. الرئيس بنفسه اللي كان قالها في لقاء أكاديمية الشرطة. وطبعا الرئيس أشار لده. فالحقيقة يعني خسائر يعني فادحة في الأرواح وفي الممتلكات وضرر اقتصادي عميق في الوقت اللي العالم كله بيعاني فيه من يعني كساد تضخمي. سيئة بس إسرائيل معتمدة على اقتصاد أمريكا يعني إنه يشيلها طول الوقت طبعا يعني. طبعا والدعم غير المحدود من الجانب الأمريكي سواء اقتصاديا أو عسكريا طبعا بيدفع الفاتورة للأسف الشديد يعني. طب فندم يعني لو كلمنا كده عن هل في رأي سعادتك المجالس النيابية ممكن تقدم إيه في لحظات حرجة زي دي؟ بص حضرتك أولا أنه يبقى في اصطفاف وطني حوالين القيادة السياسية طبعا. في ظرف الأمن القومي فيه على المحك فدي نقطة مهمة جدا إحنا ما عندناش مؤيد ومعارض في حالة أمن قومي صحيح فدي نقطة مهمة جدا لأنها ورقة تفاوض قوية للمفاوض المصري اللي هو أوريدي بيلعب دور الوسيط زي ما سيادتك كنت أشرت من شوية يكاد يكون هو الوسيط الوحيد في الملف ده. الحاجة التانية أنه هناك عدة وسائل دبلوماسية تستخدمها البرلمانات لدبلوماسية البرلمانية فكرة يعني طول الوقت المجلسين سواء النواب أو الشيوخ بيجيلهم وفود برلمانية من دول مختلفة أي. فتوضيح الموقف المصري ووضع الحقائق على الأرض بعيدا عن تزييف الإعلام واللوبيهات الصهيونية المنتشرة في العالم كله دي نقطة مهمة جدا لأنه البرلمانات دي هي صناع القرار في دولهم وهم ما هم اللوبي الصهيوني بيعمل كده ده بيضغط ويفضل ماشي ورا كل واحد ناقص يطلع له في أوضة نومه علشان يقول له اليهود إسرائيل وده بان جدا الحقيقة خلال العام الماضي لما كل المسؤولين في كل الدول الغربية تقريبا كانوا يعني ملجمين تماما في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وحماية المدنيين في الوقت اللي فيه الطلبة في كل مكان في العالم هاجوا وماجوا وخربوا في الشعوب غير الشعوب نفسها مش المؤسسات الرسمية بالظبط لانه طبعا يعني ما اكيد مش هيمسكوا واحد في المواطنين يعني يضغطوا عليه لكن طبعا صناع القرار عليهم ضغوط شديده جدا وده من تراكم يعني ناتج عن تراكم شديد في تكوين اللوبيهات ومجموعات الانتفاع وارهاب اي حد معادي للساميه بالقانون بتاعهم ده للأسف لكن يا فندم يعني النهارده مثلا في تطور لما اسرائيل تعلن انه جواتر الشخص غير مرغوب فيه وتمنعه من دخول اراضيها هل حضرتك شايف انه الهيئات الدوليه دي يعني انا لن انسى انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما وطأت قدماه الجمعيه العامه للامم المتحده وكانت زياره للجمعيه مش لامريكا مش زي بقى اي رئيس جديد بقى مبسوط ان هو هيتكلم ورا الرخامه السوداء دي كلمهم عن ضروره اعاده هيكله مجلس الامن ولازم يكون في مقعد دائم لافريقيا وانه فعاليه الامم المتحده بهيئاتها المختلفه وده اللي شفناه في العشر سنين الماضيه النهارده الامين العام للامم المتحده ده المفروض انه فوق رؤساء الدول الحقيقه يعني منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه ومن الواضح جدا تراجع شديد لدور الأمم المتحدة في رسم ومجلس الأمن في رسم السياسات والحقيقة إن العالم بيشهد مرحلة انتقالية يعني واضح إنها تاخد وقت طويل وده له انعكاساته للأسف الاقتصادية والاجتماعية على كل شعوب العالم مش بس شعوب المنطقة فطبعا ده تصعيد خطير جدا من الجانب الإسرائيلي والحقيقة إن هم يعني مستغلين عدة ظروف دولية مواتية زي الانتخابات الأمريكية وزي الارتفاع يعني نسبة المتطرفين أو المتشددين في الداخل الإسرائيلي اللي بيأيد هذا النوع من عايز أقول لحضرتك إنه في أعضاء للحكومة يعني سموتريتش وأكتر وجالنت دولت أصلاً وبن غفير عايز أقول لحضرتك اتنين منهم كانوا أعضاء في منظمة صنفت في إسرائيل إنها منظمة إرهابية يعني إسرائيل نفسها القانون الإسرائيلي بيقول إنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية جابوا الإرهابيين يحكموا بقى فرصة تخيل حضرتك هم دلوقتي النهارده في سدة الحكم والحقيقة رجعوا تاني للحكومة لما سياسات نتنياهو بقت أكثر تشددا وفتح جبهات جديدة الحقيقة دي سياسة الأرض المحروقة وهي يعني مهما طالت في الاخر الكل هيخسر بس انهي ارض بالظبط يعني هم بيحرقوا ارضهم يعني بالظبط الاقتصاد في حاله متدنيه جدا
وهو نتنياهو لا بيتكلم عن تنمية عنده ولا طبعا السياحة ضاعت خالص اتضربت لا سياحة ولا طيران ولا لوجستيات مفيش وقفل والمجال الجوي امبارح والقطارات اتعطلت وفي مستوطنات كتير اتقطع عنها الكهرباء يعني هم في حالة مش مزرية كفقر أو كده عشان أمريكا وراهم لكن هم في حالة من الفزع ومن الهلع هل حضرتك بتشوف أنه القادم يعني زي ما حضرتك تفضلت هم بيفتعلوا جبهات جديدة من أول 7 أكتوبر يعني لما يفتعلوا جبهة الحوثيين ويزقوهم يعملوا العمليات دي عشان قناة السويس ويفتعلوا صواريخ الجاية من عند العراق من وراء من سوريا ولا على أراضي عراقية وكذلك يعني الإشعال الدائم للمنطقة ده حزب الله وحماس والحوثيين حضرتك شايف أنه إحنا هنقعد على كده فترة طويلة يعني ولا إيه بالظبط يعني بس حضرتك يعني الحقيقة يعني أكثر المتشائمين ما كانش يتوقع أن الحرب الحالية تمتد كل هذا الوقت أطول صحيح. حرب خاضتها إسرائيل في تاريخها قبل هذه الحرب كانت حرب لبنان الثانية 2006 وكانت 2.5 شهر لأنه طبعا العدد السكان في إسرائيل يعتبر عدد قليل نسبيا وبالتالي هم بيعتمدوا على استدعاء قوات الاحتياط اللي هي بتبقى بتبلغ عدد كبير جدا نسبة من السكان فاستدعائهم فترات طويلة بيأثر على الاقتصاد لأن هم شغالين بيشتغلوا بيتعلموا وكذا صحيح. فأنت بتحول البلد كلها لحالة طوارئ والحالة حرب ده ما ينفعش يستمر فترات طويلة اللي حاصل أنه واضح جدا أنه يعني رئيس الوزراء عنده ضغوط شخصية وملاحقات قضائية هو مضطر أنه يفضل في مكانه لأبعد وقت ممكن قامت ضده مظاهرات في التحالف اللي بيقوده تحالف هش جدا في ناس على يمينه وناس على يساره كل واحد فيهم عايز يشد سياساته ناحية توجهات أحزابهم وده يعني ما اعتقدش انه هيطول فترة طويلة لكن طول ما رأس التحالف هو بنيامين نتنياهو اعتقد ان الموضوع هيستمر حتى اخر جند اسرائيل لكن فندم المظاهرات احنا بنلاحظ برضو عشان بعض الوسائل الاعلام العربية بتفسرها خطأ انها ضد سياسات نتنياهو والحقيقة انها بتؤيده تماما الا في ملف المحتجزين اللي هو بقى بيخسره دلوقتي يعني هو دلوقتي بيخسر الكارت الوحيد اللي بيسبب تأييده بص حضرتك هو في مظاهرات على الجانبين يعني في مظاهرات ضده وضد سياسته في التفريط في حرية المحتجزين وتعرض حياته تعريض حياتهم للخطر وفعلا في عدد منهم مات جراء القصف في عدد كبير قتلوا بنيران إسرائيلية ده حقيقي الحاجة التانية هناك من يدعوه لسياسات أكثر تشددا والحقيقة مقياس شعبيته مثلا بعد يعني التفجيرات النوعية اللي اتعملت للبيجرز ودي اللاسلكي في لبنان في جنوب لبنان دي طبعا كانت مذهلة جدا وفيها تقنيات عالية جدا أول مرة تستخدم في العالم فساهمت في ارتفاع شعبيته مؤقتا لكن حدث زي بتاع امبارح يعني بيرجع الدنيا كلها تاني لنصابها وبيبدأ يفهم المواطن الإسرائيلي اللي هو مدني بطبعه موجود لو عايز يعيش يعني عايز يعيش زي أي يعني شعب في العالم فبيفاجئ إن هو حياته مهددة بشكل كامل نمط حياته مهدد حياته الشخصية مهددة ممتلكاته مهددة والقبة الحديدية امبارح كانت لا شيء واللي خلى إيران يعني المرة دي الاعتراض بتاع الصواريخ الإيرانية كان كله أمريكي امبارح واضح طبعا ده في اكتر يعني التقارير بتقول ان في اكتر من 40 دولة بيساعدوا في اعتراض الصواريخ وده اللي حصل قبل كده في لما كان مسيرات طلعت من الجانب الايراني وده كان حدث اهدى شويه من المره دي في تصعيد ايراني بس هادئ يعني المره الجايه نفس الصواريخ دي هتيجي بس محمله بمتفجرات فطبعا هتبقى في يعني متوقع مثلا على الاقل 20 ضعف الخسائر اللي حصلت امبارح ده غير العمليات النوعيه النهارده انت راس السلطه طب وهي كانت محمله بايه المره دي لا واضح ده في صور لصواريخ نزلت على الارض ولم تنفجر زي ما هي مش كده كانتش محمله يعني زي متفجرات هي كانت جايب قوه دفعها بس وخلاص فده معناه ان هو عايز حتى لو كانت اصابت اهداف كانتش تعمل حاجه هو عايز يوصل رساله انه انا قادر اوصل لك بس يعني ايه انا مش عايز اصعد فما تجيش منك انت عشان انا اقدر اصعد انا كمان يعني المرحلة دي هتطول قد إيه للأسف القرار في إيد رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه هو يستطيع حالا أن يقبل الهدنة يعني أكتر من أن رئيس أمريكا يعني يعلن أنه تم قبول الهدنة هو يرفض في الآخر يعني كل الاشتراطات اللي وضعها
تم يعني مناقشتها وتم وضع سيناريوهات ليها ومع ذلك ما حصلتش. اللعبة ليها علاقة بقيادة منطقة كبيرة، يعني التصريحات حتى بتقول كده. يعني امبارح مثلا جالانت بيقول انتظروا سلاح الجو يعمل في الشرق الأوسط، يعني طبعا اللي هو كده يعني للاسف الشديد، يعني طبعا فكره انه يحط الشرق الاوسط كمان، ده انت بتدخل دول بعيده تماما عن الصراع وانت بتستعدي الكل. بس طبعا واضح ان التصريحات دي موجهه للداخل الاسرائيلي عشان محافظه على التحالف الهش اللي هم فيه. بس يعني الواقع بيقول ايه؟ ان انت النهارده بعد ما ضربت راس السلطه في حزب الله اللبناني اللي هو مصنف انه اكبر تنظيم غير حكومي في العالم يحمل السلاح، ايوه النهارده بقت خلاص بقت تحول لمجموعه كبيره من الميليشيات بدون قياده موحده وعمليات انتقاميه طول الوقت وما تقدرش تظبطها بعد اي حرب. اللي انت بتظبط معاه كرئيس حركه مش موجود حضرتك بعد اي حرب في الدنيا، بيجي السياسي يقعد على طاوله المفاوضات في الاخر. النهارده انت هتقعد مع مين؟ فدي نقطه، يعني دي سياسه الارض المحروقه. النهارده انت مش سايب حتى سياسيين تقعد معاهم او قاده تقعد معاهم على طاوله المفاوضات بعدين توصل معاهم لوضع مستقر، لان مفيش حرب للابد. صحيح. فالحقيقه يعني تصرفات غير مسبوقه يمكن في تاريخنا المعاصر كله، وبتحصل على مرأة او مسمع من العالم، محدش قادر يتدخل يعني ف يعني ربنا يستر. طب نتنقل بقى للداخل مجلس الشيوخ، واعرف من حضرتك كده تقييمك او تحليلك لاجواء الجلسه الافتتاحيه النهارده لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الاول للمجلس. الحقيقه مجلس الشيوخ ده دور يعني ده دور الانعقاد الرابع في الدوره الاولى ليه بعد يعني التكوين الجديد والصلاحيات الجديده اللي اداها له الدستور 2014. الحقيقه انه مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري نيابي مهتم بمناقشة القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مهتم بمناقشة القوانين ذات الطابع السيادي زي إبرام المعاهدات وشان الحروب وغيره، مهتم بما يوكل إليه من أو يعني ما يرسل إليه من قوانين سواء كانت من الحكومة أو من مجلس النواب. تم استحداثه لأن الدورة الأولى لمجلس النواب كان فيها عدد كبير من القوانين وشافوا أنها محتاجة تتجهز أكتر من كده ومحتاجة يبقى في جانب استشاري يمهد الطريق. وكان في احتياج كبير أنه ينجز عدد كبير من القوانين، كانت دي طبيعة المرحلة. ومن هنا جاء دور مجلس الشيوخ. في الحقيقة أول سنتين كان في قوانين كتير بتوكل إلى المجلس وكان بيركز عليها بحيث أنها توصل لمجلس النواب وهي في أفضل صورة ممكنة. أي. السنتين الأخرى الحقيقة دور النقاد الثالث والرابع بدأ الدور الحقيقي لمجلس الشيوخ يظهر، وهو فكرة إعداد الدراسات ودراسات الأثر التشريعي للقوانين السارية حاليا. فبدأ يبقى عندنا عدة دراسات برلمانية متخصصة، وبدأ يبقى عندنا عدة دراسات للأثر التشريعي لقوانين سارية على الأرض تناقش فيها عيوب ومميزات هذه القوانين ووضع حلول أو اقتراحات لتحسينها. الدراسات دي بتتقدم لمجلس النواب، بتتقدم للحكومة، بتتقدم لمؤسسة الرئاسة، بتتقدم لمجتمع المصري ككل من خلال مختصين لهم صفة تمثيلية للشعب المصري. وفي ملفات يمكن السنة اللي فاتت يعني مثلا كان في دراسة مهمة جدا عن إعادة توطين القطن المصري، خاصة إن مصر بتستثمر دلوقتي في مصانع غزل والنسيج تابعة للدولة بأرقام كبيرة حوالي 10 مليار دولار عشان ترجع تاني صناعة الغزل والنسيج. في مثلا دراسة اتقدمت عن الشباب والسوق الغير رسمي، سوق العمل غير الرسمي، في دراسة عن الذكاء الصناعي، في دراسة عن التعاونيات. فلا يعني في دور الحقيقة الحمد لله بيتنامى كل يوم. ايه اهم الملفات او القضايا اللي حضرتك شايف انها هتبقى على طاولة المجلس بسرعة، يعني الدور دوت وفي اوائله؟ يعني الحقيقة كل ما له علاقة بالأثر الاجتماعي والاقتصادي داخل عندنا، الانتخابات، احنا عندنا استحقاقين انتخابيين مهمين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ في 2025. هل قوانين الانتخابات هيتم تعديلها ولا تفضل زي ما هي؟ عندنا توصيات طالعة من الحوار الوطني فأكيد هتتناقش عندنا. عندنا كمان انتخابات المحليات ودي استحقاق دستوري مهم، هل هيتم إرجائها لما بعد الانتخابات ولا هيتم بالتوازي؟ لسه بنناقش هذا الملف.
وعندنا عدة استحقاقات دستورية أخرى محتاجين إنها تيجي تتناقش عندنا في مجلس الشيوخ. الأجندة لسه يعني ما تحطتش بشكل كامل، لكن الحقيقة إحنا مثلا دي الحاجات الملحة اللي حياتك شايفة. بس الانتخابات المحلية اتأخرت قوي، يعني دي مش مسألة يعني تباطؤ في إنجاز القانون أو في كده، هو واضح أنه كان في وعي من الدولة أنه الشكل ده المحليات مش بتأدي دورها وأن فيها فساد، فلابد أنه وتم بالفعل إعداد كوادر جديدة ويمكن تنسيقية شباب الأحزاب من الهيئات المهمة اللي أعدت مجموعة من الشباب. يا ريت هتكلمنا عن الموضوع. طيب يعني هو يعني الانتخابات المحليات المفروض أنها تفرز حوالي 60,000 مقعد، يعني ممكن يقلوا أو يزيدوا حسب التقسيم اللي هيتم في الدولة. 60,000 مقعد ده رقم كبير جدا نظرا لضعف الحياة السياسية المصرية الفترة اللي فاتت، لأنه طبعا كان في مكافحة إرهاب وكان في تركيز في الشق الأمني، فده طبعا جاء على حساب الشق السياسي. في أواخر 2019 بدأت التوجه لإسراء الحياة السياسية المصرية، ثم فتح حوار وطني مع القوى السياسية المختلفة، واللي نتج عنه كتير من التوصيات اللي وعدت مؤسسة الرئاسة بتنفيذها. بالنسبة للمحليات، أنت النهاردة آخر انتخابات محليات عندك كانت في 2008، وأصبح النهاردة الجيل اللي حضر المحليات كان 16 سنة، يعني الجيل ده أصبح جيل فوق السن يعني، فأنت عندك فجوة جيلية في هذا الملف. فطبيعي كان كتير من المؤسسات اللي تابعة للدولة أو الحزبية تشتغل على ملف تأهيل الشباب للمحليات. الحقيقة طبعا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت من طليعة الـ يعني الكيانات اللي اشتغلت على هذا الملف. في أحزاب كتير، يمكن أنا من حزب العدل وأشرف إن إحنا أطلقنا مبادرة هذه الفترة اللي اسمها الألف قائد محلي عشان برضو تدريب الشباب. وكنت حابب أقول لسيادتك حاجة خاصة بالسؤال اللي فات، إنه إحنا مثلا عندنا كان عندنا النهاردة اجتماع في كتلة شيوخ التنسيقية، إحنا عندنا 19 نائب ينتموا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ و32 في النواب. النهاردة كان في جلسة كم في الشيوخ؟ 19 أرقام كبيرة و32 في مجلس النواب. والحقيقة النهاردة كنا قاعدين بنذاكر الأجندة بتاعتنا، كل عضو جاي بمجموعة من الأدوات البرلمانية، سواء كانت دراسات أو دراسات أثر تشريعي أو مواضيع للمناقشة أو اقتراحات برغبة، وبنجهز الأجندة بتاعتنا عشان يعني تبقى في بداية دور الانعقاد ده، ويبقى فيه زخم، لانه طبعا ده اخر دور انعقاد في هذه الدوره يعني. فالحقيقه لا اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى حبلى بكثير من الدراسات الهامه اللي ان شاء الله يعني تلقي باثارها، سواء كان على تعديل القوانين الموجوده حاليا وتحسين فعاليتها وادائها، او لدراسات لمواضيع اخرى ينتج عنها منظومه قوانين أكثر إفادة. هو الحقيقة كلمة منظومة قوانين دي كلمة مهمة، لأن إحنا كنا بنفتقر للتجانس ما بين القوانين، وعندنا كان بعض الحاجات بتستغل من ضعيف النفوس ضد بعضها. طبعا فطبعا دي مسألة التداخل دي، ومسألة عدم وضوح الرؤية والتفسيرات الكتير واللوائح الكتير، ده ما بيبقاش موجود في المنظومة. المنظومة بتبقى متناسقة وكلها بتقول نفس الكلام في أي دايرة قضائية في أي نزاع يخص موضوع الفلاني. استأذن حضرتك ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا. شرف. شكرك. تفضل. شاهدينا اهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حوارنا النهارده. معالي النائب، كنا بنتكلم على القوانين بقى اللي ممكن يكون ليها اولويه في الفتره القادمه. عندنا قانون مثلا زي قانون التضامن الاجتماعي ده، ايه موقفه، وهل في اشارات انه قريبا مثلا هيحصل عمل بيه او فكره الدعم النقدي والدعم العيني يعني المناقشات اللي بتدور حاليا في المجتمع كله. ايوه الحقيقة فكرة صحية جدا، والتنسيقية نزلت يعني ورقة خاصة برؤية التنسيقية في هذا الملف. والحقيقة يعني الحقيقة أنا في اعتقادي أن معظم الوسط السياسي مع الدعم النقدي، لأنه بيضمن أنه يصل لمستحقيه، لكن في تخوفات الحقيقة من فكرة التضخم، لأنه
احنا بنعيش يعني الرقم اللي هتقره لو قريته كرقم زي هيبقى بعد شوية يضحك زي القانون اللي يقولك ايه ويدفع 7 ملايين مش عارف بناء يعني فلابد ان يكون دائما النسب تكون بالظبط كده. ودي برضو لها تحدي قانوني لان النسب برضو يعني ممكن تبقى فيها شيء من الاختلافات. نسب من ايه؟ فهل بقى هنلجأ لمنظومة تحديث دوري للقوانين ولا هنلجأ لإقرار مفهوم النسب؟ وده مش بنلجأ له كتير الحقيقة في التشريع. فدي كلها يعني برضو يعني بيحصل نقاش انا شايفه صحي جدا. طبعا مهم جدا ان يبقى في نقاش والجدل. النهارده كنت بقول في اللقاء رئيس الوزراء مع عدد من المفكرين انه ده اللي بيقود الاوطان للامام. ده مهم جدا. وده نفس اللي حصل مثلا في قانون الاجراءات الجنائيه اللي كده والديبيت اللي حصل ما بين نقابه الصحفيين شويه ونقابه المحامين شويه والحوار اللي حصل ده مهم جدا. وكان الناس يقول لك ايه اهو ادينا بنتناقش فواقع في بعض. ما وقعوش في بعض ولا حاجه. كل واحد بيوجه الاختلاف والسمه الرئيسيه اللي حد عايز يتطور. كل واحد بيدافع عن اللي بيعبر عنه. يعني انا النهارده لما اكون بتكلم عن نقابه الصحفيين طب انا بدافع عن الصحفيين وفي نفس الوقت بدافع عن الصحافه كسلطه رابعه. فبالتالي لازم انا بشوف يعني القانون من منظوري. تيجي نقابه المحامين تشوفها برضو من نفس المنطلق بس من زاويه المحامين. يجي السياسيين والاحزاب يبداوا يناقشوه من واقع تمثيلي للمجتمع ككل. تيجي الحكومه تتكلم من واقع المسؤوليه. في الاخر المهم قوي ان الحوار يكون بناء ويكون يعني حوار فيه استماع زي ما فيه كلام. لانه للاسف برضه احيانا بيبقى حوار طرشان. بس ده يعني الحمد لله مش حاصل حاليا. وفي الاخر بيحصل تطبيق للي شايفاه الحكومه وخلاص. فدي طبعا بتبقى مساله مش لطيفه. موضوع الدعم العيني والدعم النقدي مهم. بس احنا بنمر بظرف يعني في تضخم عالمي بقاله عده سنوات. وده بيقلق جدا ان انا اقر رقم فاجئ بكره الاقي ازازه الزيت زادت مره ونص. فالاقي نفسي لا عندهم فظيعه في رغيف العيش كمان. لو الحكومه شالت ايديها من سعر الدقيق كل سنه وانت طيب بقى الرغيف بقى ب 30 جنيه مش بقى ده فتره من فترات الحكومه دخلت سعاره الرغيف السياحي. وده يعني عكس ما كانت هي بتتبع. دايما لانه كان في يعني ارتفاع لانه اصبح سلعه استراتيجيه. ده حقيقي لانه برضو المستفيدين من منظومه الدعم عددهم بيقل كنسبه من السكان. يعني باضطراد فبتطلع ناس من منظومه ناس بتتوفى الشباب الصغير ما دخلش. بس الا رغيف العيش القاعده ما زالت رهيبه 60 مليون تقريبا يعني حاجه ويمكن ده حقيقي بس كمان. يعني براكتيكالي مش كل الناس بتستفيد من يعني مش كل الناس بتستفيد من الدعم يعني فيما يخص رغيف العيش. كان الاول بيتكلموا في اربع ارغفه عملوا دراسه لقوا ان هو نسبه الاستهلاك من 60 ل 75% فقللوا العدد. يعني كان لها دراسه اكتواريه كده خاصه بيها في الحكومه السابقه. فالمقصد انه مهم ان يبقى في توازن بين المستجدات اللي بتحصل زي التضخم وارتفاع الاسعار اللي متوقع انه يقعد فتره كده وما بين الدعم النقدي اللي هو من اسرع الطرق لوصول الدعم المستحقي. وكمان مع التحول الالكتروني والتحول الرقمي عموما بيبقى سهل على متلقي الخدمه انه يتحول له في رصيده او في محفظته الالكترونيه. فخلاص يعني هو في العالم كله ماشي كده بالكارت اللي بيبقى عليه يعني انك تشتري كذا او ان انت يبقى معاك كذا دولار فتشتري اللي انت عايزه في حدود ده. في اوروبا مثلا بيبقى مثلا زي منحه البطاله مثلا 6 شهور فانت بيجي لك 1000 يورو خلاص بيتحولوا عليك بقى باي طريقه تحويل مالي خلاص انت تتصرف فيهم زي ما انت عايز. طبعا برضو مهم انه نتاكد انه عشان احنا امه شابه وعندنا عدد يعني شباب تحت السن او اطفال يعني بالمفهوم القانوني كتير. فمهم ان المتلقي الدعم ده نضمن انه بيصرفوا على مستحقين من ذويه. لانه يعني للاسف بياخدوا يعني دي حاجه تانية. في ممارسات للاسف غير مسؤوله من بعض الاباء او ارباب الاسر بيوجهوا الدعم ده بس ما هي يجيب بيه سجاير يجيب معلش ما هو برضه خد لا هنا يبقى العيني احسن لانه يشتري من التموين ويبيع تاني يعني لو ما تبقاش اسهل حاجه يعني لو هي دي برضه الفكره يعني. المهم يتحط الضابط ده يعني يبقى في نوع من انواع الاستعلام او اليه للشكوى انه هذا الشخص مثلا غير مؤتمن على ما ياخذه. ده يخليني اسالك بقى عن مشروع الخطه العامه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للدوله. ده مشروع ضخم جدا فيه برضو جزء من اللي حضرتك اتكلمت عنه. احنا كل سنه التنميه الاجتماعيه احنا وفقا للمهام الدستوريه لمجلس الشيوخ انه بيناقش الخطه الاقتصاديه والاجتماعيه للموازنه العامه لخطه
الموازنة كل سنة. وده مهم جدا لأنه انحيازاتك الاجتماعية والاقتصادية يعني كحكومة دي مهمة جدا ضبطها، ومهم أنه يبقى حتى وإن كان يغلب على المجلس الطبع الاستشاري لكن هو في الآخر بيمثل الشعب وجاي يعني من امتداد للجمهور، فأنت محتاج تراجع ده الأول قبل ما تقرها في مجلس النواب. فالملف الاقتصادي والاجتماعي عبارة عن انحيازات، مفيش قانون في الدنيا بينتفع منه كل أعضاء الجمعية العمومية للشعب. لازم في ناس هتنتفع منه وفي ناس هتضار منه، فضبط بقى يعني انحيازك حصل له انضباط لغاية فين. هل انت مثلا وانت بتعمل قانون ضرائب هل جيت على الموظف والعامل ولا انحست قليلا ناحية رب العمل او صاحب العمل المال. كمان احنا دلوقتي على فكرة قانون العمل كان من اوائل القوانين اللي جات لنا في مجلس الشيوخ، وانا اذكر ان احنا عملنا عليه يعني شغل هايل جدا، وكان حتى في بداية تجربتنا في مجلس الشيوخ، واعتقد انه كان فعلا بيحقق عدالة حقيقية بين رجال الاعمال واصحاب الـ يعني الاعمال وما بين العمال والموظفين والمشتغلين. واتمنى انه يخرج للنور، لانه يعني اعتقد انه يعني ماسك العصايه من النص قدر المستطاع، ونسبه الشكاوى اللي شفناها من عشرات الاجتماعات والندوات الحقيقه بتقول انها كلها حاجات بسيطه وطفيفه ويسهل جدا استيعابها. يعني مثلا هنطبق زياده 3% على اجمالي الدخل سنويا ولا 7% على الاساسي. تيجي تحسبها تلاقي في ناس كده وناس كده، كلها حاجات لا يعني بسيط. هو المهم زي ما حضرتك تفضلت انه هو يكون بيحقق بيئه امنه دافعه للتطور، وكل واحد يشتغل بنفسه وبضمير، لان احنا جربنا. معلش استاذن سعادتك في 3 دقائق اللي فاضلين، عايز اعرف النهارده برضو مستشار عبد الوهاب عبد الرازق اتكلم عن موضوع سد النهضه وان مصر ما زالت متمسكه بالحلول الدبلوماسيه، وبرضو امبارح مستشار حنفي جبالي ذكر هذا الامر بانه لن تتهاون مصر في اي مساس بحقوقها المائيه وامنها القومي. دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه في الجمعيه العامه اللي يبدو انه برضو عدم وجود السيد الرئيس ده رساله برضو لما يبقى رؤساء العالم موجودين، يعني اتكلم بشكل مهم عن انه بعد 13 سنة من التفاوض غير ذي الجدوى مصر بتحتفظ نفسها بكل الحقوق في رفض كمان الاجراءات الاحادية من الجانب الاسيوي. ده مهم جدا لانه اللي بيحصل ده سابقة خطيرة جدا في العلاقات الدولية، وكثير من الدول متشاطئة في احواض انهار كتير، ويعني ترك هذا الملف وإن كان الحمد لله يعني فترة الملء نظرا لعدة ظروف متشابكة بعضها ضعف لنا اللي كنا بنطالب بيه وترفض بالظبط، يعني ضعف اللوجستيات مثلا في الجانب الأثيوبي أو وجود فيضان غير متوقع عدة سنوات صحيح ساهم في سرعة ملئه وبالتالي التقليل من المدة بتاعة الاحتجاز المية، فده كله الحمد لله عدانا على خير، لكن أنت لا تأمن المستقبل هيبقى عامل ازاي؟ ما في مثلا في مخططات لبناء 3 سدود اخرين في على نفس المسار. ممكن دولة تانية تيجي تقول انت شايف الوضع في السودان برضو مش مستقر، ممكن يجي حاكم يقول انا عايز اعمل سد انا كمان. فلابد من احترام حقوق الشعوب لان ده احنا بنتكلم في الحق في الحياة. صحيح. فبالتالي من حق مصر انها تاكد طول الوقت بتنظم ده مش بزر. من حقنا ان احنا ناكد طول الوقت ان ما يتعلق بحياة المواطن المصري احنا نقدر يعني نحافظ عليه بشتى الطرق. وان كان في تاكيد الحقيقه مهم جدا على الجانب الدبلوماسي، وده برضو بعد اللغط اللي اثير عن اتفاقيه الدفاع المشترك مع الصومال، وتم التاكيد باكثر من زاويه ان ده في اطار تعاون يعني تفعيل اتفاقيه التعاون العربي المشترك، وفي اطار دفاعي بحت وحاجات تتعلق بسياده الدولتين وليس موجهه ضد اي طرف. لكن طبعا هو كمان دور مهم للخارجية المصرية ودور مهم لوزارة الدفاع المصرية إنها تدافع عن حدود الوطن من أبعد نقطة ممكنة. يعني دي برضو نقاط مهمة جدا، ده تحالف استراتيجي مهم جدا بيعمل نوع من أنواع التوازن في منطقة القرن الأفريقي اللي هي الحقيقة حبلة بكثير من التحديات، يمكن محتاجة حلقة لوحدها عشان نتكلم عنها. يا فندم انا يعني بشكر سعادتك جدا على وجودك معايا، ويمكن الظروف خدمتنا النهارده ان احنا اخذنا زمن
يكاد يقترب من ضعف فترة الحوار لكل يوم. ده من حظي السعيد الحقيقة وفرصة ان احنا نلتقي بالسادة المشاهدين، يمكن دي اول مرة اتشرف بوجودي على قناتكم المحترمة، ويعني خلينا دايما في نقاش طيب كده ونسمع اراء السادة المشاهدين مرة لاحقة ان شاء الله. حضرتك شرفتنا جدا. معالي النائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشكر سعادتك على وجودك معانا. شكرا. اشكركم مشاهدينا، بكرة نلتقي ان شاء الله في حلقة نهاية الاسبوع. صباحوا على خير.